يرتاح باله. خاطبا من لمن؟ قال: من ابنتك فاطمة المكنات بأم البنين لسيدي ومولاي وأخي وإمامي أمير المؤمنين. هذا جلس قعد: أنا أتصاهر مع أمير المؤمنين؟ الله الله، شنو هذه؟ وين حبيبي؟ لما تلتزم بدينك أهل زوجتك أهل مستقبلك عن جد يحبوك ويحطوك تاج على رؤوسهم. لما تلتزم وتكون ملتزم تصير عز لعد الآخرين. زين، قال: مولاي أنا ما عندي مشكلة أصلا، ما تسألني، لكن أنا خليني أسألها. يدخل عليها تقول لعد أمها: شفت أنا تاج بركة على رأسي، القمر قلع وقع في عجري، 3 كواكب أحطنا به، قلعنا من قلب السماء. هو واقف لما كملت تقلها: التاج أنا سامع عنه في التعبير يقولون زوج كريم، والقمر ولد، والنجوم 3 الكواكب 3 أقمار، لكن هذا القمر يكون بين عشيرته أو بين خلق من خلق الله كالقمر في أمره أو في تدليه الطريق لهم. قمر يستدلون به، يستضيئون به. مو بس قمر تقول بس حلو، إذا العباس ما هو حلو، يا الحلو، لا لا، حلو ويستضاء به. ها شايفين الإضاءات؟ وين شايفينها؟ شو يقول له؟ يدخل عليه يقول له: خير ما رأيتي وخير ما عبرت أمك. هذا الخاطب من؟ شو تقول له؟ تقول له: أبا قل له خادمة نعم، لكن زوجة لا. أنا وين؟ هذا الكفؤ ما له ياهل كان فاطمة، ماكو بعد كفؤ إلى أمير. شلون أمير المؤمنين تنزل درجته؟ قال: بني إنها سيرة الحبيب، سنة الحبيب هذه. قالت له: وإن لهذا يقولون العباس عليه السلام يوم من الأيام يشوف الحسين عليه السلام جالس، أتت إليه أم البنين في طبق، وفي الطبق صحن فيه من التمر. دخل العباس قال: أمه سيدي هنا بعد 4 سنين عمره، 5 سنين. سلم عليه، وضع يده على رايح للمقام، مو منتسلم شو تسوي؟ اوتوماتيكيا ايدك ترتفع، وين تروح؟ للقلب. شو تقول له بهاي ايدك على قلبك؟ عند تفاسير حلوه عند بعض. يقول تقول له: هذا قلبي لك. يقول له: قلبي ما اخلي شيء يدخله غير حبكم، متابعتكم انت. تقول له: هذا قلبي يفرح بفرحكم، وهذا كله، واذا القلب صار الكم يعني انا كله الكم. زين، بعد يقول له: السلام عليك يا سيدي وسندي ومولاي وإمامي. يقول له: وعليك السلام أخي. والفضل. يقول له: تعال وكل معي. هز برأسه. يقول له: لا لا، لماذا؟ يقول له: إن أمي علمتني أن أمي خادمة وأمك فاطمة، فكيف يجلس ابن الخادم على خوان أو على طعام أو على إناء يمد يده إليه ابن فاطمة؟ الله الله، ها عندك هاي؟ وأبوك من يقعد تعرف شلون تحترمه حبيبي؟ الماما تعرف شلون تعيط لها، تصرخ لها، تصيح لها؟ يوم ما عندك هاي، تعال شوف. يقول له: أنا وأنت ولد أمير المؤمنين، إحنا أولاد أمير المؤمنين. يقول له: نعم، إن أبانا أمير المؤمنين، لكن أمي خادمة وأمك فاطمة. احتضنه الحسين يبكي، دخلت عليهم تشوف حاضن العباس يبكي. شو تقول؟ يقول: تقعد تقل نفديك بولادي جمعهم، ولو كان غير الأربعتهم فديتك يا ابو الغيرة بجمعهم،
وويلاه. يريدون وين يطلعون؟ لعد كربل. اختلت بولد غائب الفضل، قل لابويا اوصيك يا وليدي اوصيك بحسين الغريب. يقول ما طلعت منها تقل عد الحسين ماما الا مره واحده، وشلون؟ مو قاصده بيها. يذكرها احد علمائنا الكبار يقول الله اكبر، شو الادب هذا؟ يقول الحسين سمعها، هي شو تقول له؟ امه حسين التفت الحسين، لكن بلفته تشوف وجهه اغرورق بالدموع. قال امه ام البنين اعيديها، قلي لي مره اخرى اريد اسمعها. ارادت ان تقول لم تقدر. يقول أخذتها العبرة تبكي وتقول والله لا أقدر وأنا خادم، اعفني واعذرني بالتجرؤ على أمك فاطمة. إلي لا سلام نجل المياه بعد إخوة الصيد العظيم، ما كان قلب جسم يا ويلي. شو تقول له؟ يقول هذا العالم الفاضل يقول أنا شفت القطع الكفين شلون صار، وحدة هنا ووحدة هنا، وكل قطع شف لعد شف صارت فاصلة من الحسين للمخيم، يقول نفس المسافة. يقول أنا سألت هذول آل محمد، هذول مو بالعادة، وهذا سيد العارفين، هذا العباس عليه السلام المعرفة أخذها من الحسين، فإحنا اللي ما عدنا هاي الإمامة وما عدنا هاي النبوات فيكون هو سيدنا، هو اللي يعرفنا، مو هيك؟ يقول سألت جاوبوني قالوا هاي وصية أم البنين. ويا منين هاي الوصية؟ شلون هاي الوصية حبيبي؟ يقول قالت لنا ماما إن الحسين تقطع كفاه على جسمه، فأنا ما أريد أن تشد، ما اريد انك تحزن الحسين ويشوف شفينك يمك، كون كل شف بصفحه حتى شويه من يجي يتهون عليه. لهذا يا اهل جمع شفينا، من الذي جمع كفي ابي الفضل العباس؟ يقول الراوي حتى منهم، حتى حميد بن مسلم يقول رايته دنا من الارض رفع شيئا وضعها على صدره يقبلها. اللي الإمام الصادق يقول هنيئا لكفي عمي العباس قبله أربعة من المعصومين. يا هم قبله، أول ما صار يا هم يقبلني يقبلني أمير المؤمنين، لأنه يتمقط بالغماط فيقطعها. زين يقبلهن تقول له هل في يديه شيء؟ يقولها لا يا أم البنين، لكن ذني إيديه ما يتقمطن مثل أبوه. تقول له أنت هم كنت إيش؟ قال أم. تقول لي بعد يا هل قبلها الحسن، شي قل له يختلي به الحسن، هذا كريم آل محمد ما نذكره حبيبي. يا أبا محمد الحسن سيدي أيها المظلوم، وهاي أم البنين يمك مدفونة وبيها هي نتوسل بك، وانت كريم وهي كريمة علينا ويا باب الحوائج، هم تخلينا بعد ايش بذلة؟ وهذا عراقك الدماء الرايح، وهذا لبنانك، وهذا مقام اختك زينب، ها هم بعد هيك اكو اشياء ترفع شان، وهذا البحرين وهاي السعودية، وشوف ايش قاعد يسوون بمحبيك سيدي ومولاي. ها يقبل يقول ياخذ على الزواج، يقول افديه ما بنفسي ذني الايدين بعد وين؟ يقول الحسين لما كان يطون اياه هو طفل اول ما يقبل الكفين ثم يقبل الجبين والعين. بعد يا هو قبلهم بويه،
يقول لما اجى زين العابدين لعد الدفن كل ساعة يشيل هاي الدين يقبلن يمسحن على عيونه وعلى صدره. جيت طايح يا زين براح بول يا خويا تلقيني ظهري انكسر سندي يا خويا تلقيني ظهري انكسر سنديني. بعد ايش صار اجت زينب سلام الله عليها يقول هي لما اجوا من الشام ما فارقت قبر الحسين وفي مثل هذه الليلة آخر أيامها ما قدرت تروح لعد البقية في رواية 7 أيام 17 يوم 40 يوم. ليش؟ لأنها كوهد جسمها. يسألها الراوي يقلها أول ما راح وذولي ما صار عندي شيء وسمعت بالحسين يقول رمقته بطرفها تقل شوفت زينب هدتني. ليش يقول تقلها؟ لأنه من راح العباس صحيح الحسين راح عنا كلنا وراح عن الوجود كله أحزن الوجود لكن هاي كان عدها شيء بالعباس بأخوها هذا بالشيمة فشفتها ذبلت. ليش؟ لأنه تقول من طاح العباس انكسر الحسين من طاح العباس راح الحسين. فأنا شفت حالي إذا الحسين على أخوي هيك مكسور إذا الحسين على العباس هيك محزون ومفجوع إذا الحسين بعظمتي يقول الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. زين تقول أنا من شفت زينب وشفتها كأنما بال70 بال80 عمرها وما تقدر كأنما تمشي والله انطوى حزني على حزنها. هاي الأيام الأخيرة شو تسوي؟ يقول تسوي بالبيت جايبة شوية تراب من البقيع من القبر الحسن عليه السلام وتفرش شوي قدامها وتجر أصابعها ذن الأربعة عليهم يصير أربعة وأكو كومة تراب شوية تخليها على جنب تقول له هذا فداك وهذا فداك وهذا. زين لما توصل لعد العباس جعفر وعبد الله وعون فداك وهذا العباس فداك يقولنا بتخبطهم كلهم وتسوي قبر واحد. قلهم لا ماما أنا حزني مو مثل عليك أنت مو مثل ما يكون لعد هذا الغريب لا أم تنوح عليه لا أخت تجي وتنش لا أخت تجي وتبكي ماكو. زينب سلام الله عليها في رواية 6 أشهر وماتت في رواية 1 سنة فهي ظلت ورا زينب سلام الله عليها أكثر. زين فما تقدر. يقول حتى لفظت أنفاسها الشريفة لما لفظ أنت تعرف ياهو اللي يبكي لعد بكاء أتعس خلق الله مروان بن الحكم يقول من يمر منك ويسمعها يقف يقول له يا أمير ما وقوفك؟ يقولهم ويلكم إنها تهد الجبال بنعيها. يا أم اللي تسويش والنوب ما تبكي على ابنها اللي ولدانته وجايبته
تبكي على الغريب على الحسين، يقول آخر أنفاسه في زمن الإمام زين العابدين لفظت أنفاسها. اثنين من الأئمة يحضرون جنازتها، واحد منهم الإمام زين العابدين وواحد منهم الإمام الباقر، يشيعانها يصليان عليها يدفنانها. زين بهالحالة هاي وتشوف الإمام سلام الله عليه يقول والله إنها بالغت، وصلت آخر درجة في محبة الحسين عليه السلام. قلت البقى، أنا قلت البقى والخلاف بحسين، وكان اصبري ايت والجزع مو زين، لكن تعال وعاين البين. لكن تعال وعاين البين، الماء انصفوا يا اولاد الميامي. تقول لما دخلت على زينب قالت من غادي يا ذلم، تقل عالم الخدر زينب، عالم الخدر زينب، البغل صريت مفجوعة. أنا اللي شفت شفي أهل العباس مقطوعة، أنا اللي شفت خي حسين يا ويلي معش مظلوم، ولا ظل ولا ظل من غلي واحد يجي يميها وحش مأمن. قل أيما أنا اللي وقفت مرتين والمرتين آذني، وحدة بمجلس ابن زياد متشمت نشد عني، وحدة بمجلس الشامات وذيك الزيدة تولي. يا والله وحدة بمجلس الشامات ذيك الزيدة تولي. التفتت إلى أمها، التفتت إلى أبيها، صاحت يا أم حسين يا يما تعالي وشوفي كربلاء ايش سوت، والله بحالي بحالي. يما خذت عين السلف خيي الغالي، ما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد فاحشرنا في زمرته، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، يعجل فرج وسهل مخرج وأوسع منهج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم، لرفع الهموم والغموم، حفظ
مقدساتنا في النجف في كربلاء في الكاظمين في سامراء في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الحرمين الشريفين، حفظ شيعة البحرين، رفع الهم والغم عنهم، تأييدهم وتيسير أمورهم، شيعة الحجاز في كل مكان، محبين آل محمد، محبين أم البنين، اللهم يسر أمرهم واقضي حوائجهم واحفظهم. حفظ مقام سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى ورقي وما يلوذ بهما، حفظ زوار الحسين والعتبات العاليات في كل مكان، الإخوة القادمين علينا من العتبات، اللهم يسر أمرهم واكتبنا معهم من زوار أهل البيت عليهم السلام، زيارة البقيع وزيارة كربلاء والنجف وسامراء والكاظمين وخراسان والشام. زينب سلام الله عليها ورقيه، اللهم احفظ شبابنا علماءنا مراجعنا العظام وأيدهم إلى من مات على الولاية، أيد مراكزنا حسينياتنا خاصة هذه الحسينية المباركة، العاملين الخادمين الباذلين القائمين في خدمتها الحضور جميعا، يسر أمرهم بالنبي وآله. والفاتحة قبلها الصلاة. يا حسين وين صابه، يا حسين وين صابه، زينبتي وين ويتنادي، زينبتي وين ويتناوادي، يا حسين يا لذكرك يمطر في لساني، يا حسين يا ذكرك بطرف لساني، يا حسين يا نعتي قادي بدفترك عنواني، يا حسين وين صابه، ضحيت لك ضي العين بس لا تسافر يا حسين، ضحيت لك ضي العين بس لا تسافر يا حسين، يا شمعتي ونور البيت بولادي كلهم ضحيت بس لا تسافر يا حسين. إلهي بحق الحسين يا الله شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المنظورين إخواني أخواتي سماحة الشيخ، ببركة الصلاة على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله. يعني تجمعونا حتى لأربعة خمسة الحاضرين ماكو أي مشكلة، بس هنا شوي تجمعونا جزاكم الله خير الجزاء. ضحيت لك ضي العين، ضحيت لك ضي العين، بس لا تسافر يا حسين، ضحيت لك ضي العين، بس لا تسافر. آه يا شمعتي ونور البيت بولادي كلهم ضحيت، بس لا تسافر. آه ضحيت لك ضيل، بس لا تسافر، بس لا تسافر يا
ضحيت ضحيت لك ضيل آه بس لا تنسى يا شمعتي ونور البيت بولادك لهم يا شمعتي يا شمعتي ونور آه بولادك لهم بس لا بس لا ضحيت لك ضي العين بس لا تنسى آه ضحيت لك ضي العين بس لا تنسى إيه يا شمعتي ونور بولادي كلهم ها ها بس لا تنسى إيه سهرت يا ولدي اشكي ثر ما كانت غمض لي العين من شينت يا بعد القلب تمرض أشوفك يا حسين أنحب لا وين أسمعتي وين والطم وجر حل خديا وارتاح نبشوفيتك من تشفي ابن الطيبين تذكرني من بارتك ومن الكبد غذيتك تذكرني من باره ومن الكبد غذيتك ومن الكبد آه يا العيفت يا بعد الروح من عندي ما يهمشي روح بس لا تسافر ضحيت لك ضحيت لك ضيل بس لا بس لا يا شمعتي يا شمعتي ونور البيت بولادي بس لا بس لا تنسى فير آه بارتك بدمعة وألم بارتك بعمري الراوح بس كون شوفك يا القلب ما اهتمل كل جراح ضميتك التالي العمر ذخريقي ليت بيك ارتاح تالي الدهر بيش عمل هل سهم بقلبي لاح بالأربعة ضحيتك ولو أقدر نشريتك بالأربعة بالأر ضحيتك آه ولو أقدر نشريتك
يا أغلى من كل غالي فدوى إليك دلالي بس لا بس لا تسافر ضحيت لك ضي العين ضحيت لك ضي العين اي بس لا تسافر آه يا شمعتي بولادي بولادي كلهم بس لا بس لا تسافر آه الحادي من ساري وميشة ومشيت وياه انت تدري شعيمل تبروحيتك سباح قلبي شلعته ظليت اصبر بالروح وقلبيها صبرت كل يوم اقول انها اليوم قربت ترى هي جيت لو ما ريحت يا ريتك تدريش كثر تانيتك لو ما ريح يا ريتك يا ريتك آه تدريش تانيتك تانيتك آه لو بيدي شا رحت وياك صرت لك درعك لعدا بس لا تسافر ضحيت لك ضحيت لك بس لا تسافر يا حسين بس لا تسافر يا حسين يا شمعتي يا شمعتي ونور ال بولادي كلهم بولادي كلهم ضحي اي بس لا تسافر اي على دار وبصر تتنطرك انشيد الرايح والجاي مذهول ما شوف بعد لا فكر عندي ولا راي تيهت دار بمحنتي وظلمت عقبك دنياي ظليت بس الطم ودق وتنوح بنتك وياي ما يوم ابد ونسيتك وسط الكبد خليتك ما يوم ما يوم ابد ونسيتك آه وسط الكبد خليتك بحبي لك ما يدرون يا حسين لك كل شي هون بس لا بس لا تسافر يا ضحيت ضحيت لك بس لا بس لا يا شمعتي ونور البيت بولادي كلهم ضحيت بس لا تسافر
هاي امي البنين الما بطل ونه اي هاي امي البنين الما بطل ونه بقيع الخير اي حتمان يخبرك عنه بقيع الخير قامينو وحوياها اي سمعها ويبثل الكون شكواها مصيبتها ابدها ايها اتني انساها ضياغم اربع ماخي يباوضنهم ضياغم اربع كلهم مشوا للموت اي واحدهم بطل معها مكي الطاغوت اي والعبا اسبلك الفا اتعالي الصوت رضع طيب الوفا طاهر نبع منها رضع طيب الوفا العباس من دار رضع طيب له وفل عبا اسمي ندوره ام الطاهرة وبنص ريت سره اذا يغضب عساكر ينتحر شره كيف الزينب يداريها ويعاينها كيف الزينب مثل ما وصيت أمه رضى المعبود والدايم غايت وهمه أيسر هالطاهرة يوم الجرى دمه رسم عهد الأخوة وللخلق سهنه رسم عهد الأخوة وحقق المطلوب جابر النجف يا غاتي رسم عهد الأخوة وحقق المطلوب رضيت أمه الوفية وبقلب مصيوب باقي عقبو أربيها تذوب ترسم بالباقي عقبو أربيها تذوب تظل تحلم سواد الليل وجنة تظل تحلم سواد الليل من يجبل أمل عدها تمر طيوف بيها تحيل تشوف الأربعة وحسي أنا الهيل تشوف الأربعة وحسين هيل هيل وطيوف الأحبة تروح تحزين أي وطيوف الأحبة اليوم وياها تشيعها القبرها وقاع مثواها والزهر الزكي اليوم تلقاها اي حورية اتلي الجنة يزفنها بارك الله بك اي حورية اتلي الجنة يزفنها اي هاي ام
بنيني بشوق يقصدها اي هاي امي بنيني بشوق يقصدها اي تقضيها الحوائج الله وعدها تقضيها الحوائج الله وعدها اجري دموع يا مهموم ساعدها اجري دموع يا مهموم ساعدها هاي ام البنين الصافي معدنها هاي ام البنين الصافي معدنها والاقدار هذا بيت الدعاء والاقدار الغيرك ما جرى دمعي الغيرك ما جرى دمعي ولقدار وتضعضع وندم حالي تضعضع وانهدم حالي ولك دار لك عيلة انسبت بالطاف إلك إلك عيلة إلك عيلة إلك عيلة انسبت بالطاف ولك دار تهدم ولا تضعضع والهدم سور عليا يا تضعضع والهدم سور عليا إلهي بفاطمة يا رب يا الله شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات قضي حوائجهم يا الله للدنيا والآخرة أخواني أخواتي سماحة الشيخ الحاضرين وذويهم يا الله قضي حوائجهم للدنيا والآخرة يا رب يا الله بحق الحسين يا الله شافي مرضاهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.